والله وإن كانت ذنوبك مثل الجبال فإن الله كريم، فإن الله حليم، فإن الله رحيم سبحانه وتعالى. إذا كنت تارك للصلاة وقررت من هذا اللقاء أن تكون ممن يحافظ على الصلاة، وبعد هذا اللقاء صححت العلاقة بينك وبين الله وصليت ركعتين، صلح بينك وبين الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات التي وقعت فيها من قبل إلى حسنات. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.